بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتغلب على الخوف من الفشل؟ هذا السؤال يجيب عنه جاي ونيتش في كتاب الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفا. يشير جاي إلى أن هناك 10 علامات قد تنبئ بخوفك من الفشل. هذه العلامات العشر هي: 1- يجعلك الفشل قلقا بشأن ما يعتقده الآخرون عنك. 2- يجعلك الفشل قلقا بشأن قدرتك على السعي وراء المستقبل الذي تريده. 3- يجعلك الفشل قلقا من أن يفقد الناس الاهتمام بك. 4- يجعلك الفشل قلقا بشأن مدى ذكائك أو كفاءتك. 5- يجعلك الفشل قلقا بشأن إحباط الأشخاص الذين تقدر آراءهم. 6- تميل إلى إخبار الناس سابقا أنك لا تتوقع النجاح من أجل خفض سقف توقعاتهم. 7- بمجرد أن تفشل في شيء ما تواجه صعوبة في تخيل ما كان يمكنك القيام به بشكل مختلف لتحقيق النجاح. 8- غالبا ما تصاب بالصداع في اللحظة الأخيرة أو آلام المعدة أو أعراض جسدية أخرى تمنعك من إكمال استعداداتك. 9- غالبا ما يشتت انتباهك بسبب المهام التي تمنعك من إكمال استعداداتك والتي تدرك بعد فوات الأوان أنها لم تكن ملحة كما بدت في ذلك الوقت. 10- تميل إلى المماطلة والتسويف لإكمال استعداداتك بشكل مناسب. ويطرح جاي السؤال: ماذا تفعل عندما يكون لديك خوف من الفشل؟ ويجيب: تكمن المشكلة الأساسية في معالجة الخوف من الفشل في أنه يميل إلى العمل على مستوى اللاوعي. على سبيل المثال، قد تشعر أنه من الضروري الانتهاء من كتابة بطاقات عيد الميلاد لأنك وعدت بإرسالها بحلول عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أنك أيضا على وشك دخول الاختبارات النهائية. ولكن هناك شيئين مهمين يمكنك القيام بهما للتغلب على الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الخوف من الفشل على سلوكك. الشيء الأول: اعترف بالخوف. من المهم أن تتقبل أن الفشل يجعلك تشعر بالخوف والخزي كليهما، وأن تجد أشخاصا جديرين بالثقة يمكنك مناقشة هذه المشاعر معهم. يمكن أن يساعدك إظهار هذه المشاعر إلى السطح في منعك من التعبير عنها من خلال المحاولات اللاواعية إيذاء نفسك، كما أن الحصول على التشجيع والتعاطف من الآخرين يمكن أن يعزز مشاعرك بتقدير الذات ويقلل خطر إحباطهم. الشيء الثاني للتغلب على الخوف هو: ركز على الجوانب التي تقع تحت سيطرتك. حدد جوانب المهمة التي تقع تحت سيطرتك وركز عليها. فكر في طرق لإعادة صياغة جوانب المهمة التي تبدو خارجة عن إرادتك بحيث تستعيد السيطرة عليها. على سبيل المثال، إذا فشلت في العثور على عمل لأنك لا تعرف الأشخاص المناسبين، فحدد هدفك المتمثل في توسيع شبكة معارفك من خلال تصفح دفتر عناوينك وقائمة أصدقائك على الفيسبوك وجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل مع كل شخص تعرفه قد يساعدك، حتى لو لم يكن يعمل في مجالك فقد يعرف شخصا ما يساعدك. وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.